صباح الخير، اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجكم قشري. اول ما البرومو نزل للبرنامج، لانه برنامج جديد، كله بقى يسالني على صفحاتي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، يا ترى ايه كلمه قشري وهتتكلمي في ايه؟ ببساطه كلمه قشري كلمه نوبيه معناها الحلوه او الجميله. واحنا في برنامجنا هنتكلم عن المراه الجميله، بس مش المراه بشكل عام، المراه النوبيه. ايه هي الحاجات اللي بتستخدمها عشان تكون جميله وبسيطه وتلقائيه؟ واول حاجه دايما بتلفت نظرنا في المراه النوبيه هو استخدام الحنه النوبيه الجنوبيه الجميله. النهارده حلقتنا هنتكلم عن الحنه بكل تفاصيلها من اول تاريخها خالص. بس قبل ما ارحب بضيفتي العزيزه، هنروح نسمع تقرير صغير ونرجع على طول. تاريخ الحنة بيرجع للقدماء المصريين، يعني من آلاف السنين، وكانوا بيستخدموا الحنة كطلاء لأيادي المومياء ورجليهم قبل الدفن. وكان القدماء المصريين بيعتقدوا إن وضع الحنة على المومياء بيحفظها ويحميها من الشر، لكن بعد كده استخدمتها الملكة كليوباترا كنقوش على جسمها عشان تتزين بيها. وانتقلت عادة رسم الحنة والتزين بيها إلى الجزيرة العربية والهند وانتشرت في جميع أنحاء العالم. وتم زراعة شجرة الحنة في الهند وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا، وتعددت استخدامات الحنة من التزين بيها على الإيد والرجل لوضعها على الشعر والحواجب. ومع تطور الزمن تطورت الحنة كمان، ودخل فيها الألوان والصبغات زي الأبيض والأسود ودرجات البني. والحنة المعبأة تجارياً الجاهزة للاستخدام كصبغة شعر، واللي أصبحت منتشرة في الهند والشرق الأوسط، وعدت الحدود لأوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. لكن بتفضل الحنة البلدي الطبيعية برسومها الفنية المختلفة هي الأقرب إلى القلب. اهلا بيكم مره تانية. اسمحوا لي دلوقتي ارحب بضيفتي العزيزه اللي بقالي كتير ما شفتهاش واللي منوره الاستوديو. اهلا بيكي ست ميرفت، صاحبه بيوتي سنتر كنوز النوبه. اهلا بيكي، منوره. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي. انت من اقدم الناس اللي كانت بتشتغل في موضوع الحنه بكل تفاصيلها. تقدري تقولي لي من سنه كام بالظبط؟ من 98. من 98، يعني 22 سنه. بالظبط. طيب، طول فتره ال 22 سنه دول اكيد مر عليكي ستات بجميع الاعمار وجميع الجنسيات. تقدري تقولي لي الاقبال على موضوع رسم الحنه والتزين بالحنه وليله الحنه والبخور والعطور وكل الكلام ده، هل الاقبال عليه زاد ولا قل؟ لا لا، هو الحمد لله فضل الله الاقبال في الزياده. في الزيادة الحمد لله، لأن الحنة دلوقتي هي الحنة أساسا تراث، فدلوقتي طبعا كل الناس بقت داخلة فيها كزينة. أيوه. وبقوا زي يعني الحنة بقت بألوانها دلوقتي، بقت فيها ألوان كتير. يعني هنيجي لنقطة الألوان دلوقتي، لأن هي ديت لسه قدام شوية، لكن أنا بس عايزة أبتدي من الأول زي ما سمعنا في التقرير إنه الموضوع مش مجرد تزين، يعني مش بس مجرد رسوم على الإيد والرجل، لكن أنا لقيت كمان الناس بتحطها على شعرها، بتحطها على الحواجب. طيب تقدري تقولي لي إيه فايدة إن أنا أحط حنة على شعري؟ إيه الفوائد الطبيعية الطبية لفايدة الحنة على الشعر والحواجب؟ الحنة بتعالج سقوط الشعر، بتعالج لو في التهابات في الشعر، وبتطريه وبتطوله. تقصدي التهابات في بشرات الشعر نفسها او في فروه الشعر في فروه الشعر؟ تمام. فده بتعالجه لو مثلا صداع، سخونيه. في سخونيه. أيوة. في مثلا صداع برضو بتشيل الالم. بس ده يعني احطها ازاي عشان تشيل الصداع؟ هي دي بتتعجن، بس يعني بيكون مثلا معاها بنجيب حاجه اسمها ارض، عشب كده. حاجه اسمها ايه؟ ارض. ارض عشب كده. تمام. برضو كويس، برضو بيشيل التهابات، وكمان بيتعمل للرجلين. بيشيل كتر الاملاح، لو مثلا بيساعد على لو في نقرس او في املاح،
في التهابات في الرجلين. طيب خلينا ايه نقطه نقطه دلوقتي، هي اللي بستخدمها على الشعر للشعر عشان خاطر تشيل الالتهابات، تشيل التهابات تساعد على انه بتمنع من التساقط والقشره وبعد كده ممكن اقدر استخدمها على الرجلين عشان تساعد ان هي ما تحمي من النقر او تخفف النقرس المرض اللي هو بتعالج هي عامه وجع الرجلين عامه بيتعالج وجع الرجلين. والحواجب بيقولوا انها بتقلها، انا سمعت بتقل الحواجب مع زيت يعني الحلوى. اوكي بتقل الحواجب. طب يبقى كده احنا بقى عايزين نتكلم عن الحنه كعشب او كورقه شجر. انت بتجيلك ورقه الشجر جاهزه يعني مطحونه جاهزه انت بتضيفي لها حاجه، ولا هي بتجيلك اساسا العجينه جاهزه وخلاص انت بتحطيها في القراطيس وبتبتدي تشتغليها؟ لا لا، هي بالنسبه لحنه الشعر بتيجي من المطحونه جاهزه واحنا بنعجنها بالميه السخنه وبنحط لها الاضافات بتاعتها اللي هي للشعر بقى. في ناس بتحط لها بقى الكركديه، في ناس بتحط لها عشان تحمرها في ناس عايزه اللون بقى بتحمره بالكركديه والكلام ده الشاي. وفي اللي بيحطوه كعلاج ده اللي هو مثلا الارض، هي عامه كاساسا كعلاج لصوت الشعر وريح من ريح الجنه. يعني الحنه كويسه جدا طبعا مفيده جدا، مش بس يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيستخدمها، ده سنه وكمان ده من قبل كمان من ايام الفراعنه زي ما شفنا في التقرير. طيب تمام، يبقى هي دلوقتي بنستخدمها كزينه وبنستخدمها كعلاج وخلاص. احنا مش هنتكلم عن نقطه العلاج، خلينا في الزينه دلوقتي اللي انت بتقولي ان بقى عليها اقبال كبير قوي. طيب دلوقتي هل الحنه ايه المواد اللي انت بتضيفيه عليها عشان خاطر تكون سايله وتحطيها في قرطاس بعد ما بتجيلك مطحونه زي بودره يعني؟ بتعملي فيها ايه؟ بنعجنها بنحط عليها نقطتين ثلاثه كده من المحلبيه. المحلبيه محلبيه يعني ايه محلبيه؟ محلبيه ده عطر بيتجاب اللي هو بيثبت الحنه اساسا وبيخليها تلمع كده وريحتها حلوه. بيثبت الحنه ان هي تقعد مده طويله. دي بتجيبيها من العطار؟ بس انا بجيب كل حاجتي طبعا من اسوان والسودان، مش بجيبها من هنا خالص. ايوه انا عارفه ان انت مش عايزه تقولي عايزه تجيبيها منين. لا انت بتجيبيها من البلد. بلدنا. بجيب حاجتنا من بلدنا اكيد، يعني هناك الاصل كله بصراحه. هناك الاصل كله، معاكي حق. طيب يبقى انت بتحطي لها عطور عشان يبقى تثبتيها وبتحطي لها الوان. طبعا في ناس بتيجي تقول لك انا عايزه يبقى بلونها الطبيعي البني، او انا عايزاها تبقى سودة. سودة بتحط لها صبغات؟ بتحط لها نوع من انواع الصبغات ده اكيد، لان ما فيش حنه سودة اساسا. ما فيش حنه سودة اساسا، يعني هي الحنه بتبقى حمراء طبيعي، فبتيجي احنا بنحط لها بقى اضافات تبقى سودة. اضافات تبقى حمراء، تبقى بيضة، تبقى بني، تبقى لكن هي الحمراء الطبيعي بتبقى بنحطها كده طبيعي. دي بالمحلبيه زي حنه العريس، فبتتربط دي بتبقى سودة هنا. تمام. وهنا بس. تمام. لكن كنقش بتبقى بني. كنقش بتبقى بني، بتبقى نبيتي. نبيتي دي الطبيعيه. والبلدي اللي هي اللي بتتحط دايره كده وبنقفل عليها. زي حنه العريس بالضبط. زي حنه العريس. طيب تمام، انا لسه عندي اسئله كتير قوي، بس اسمحي لي نطلع اعزائي المشاهدين نطلع فاصل صغير ونرجع على طول. ان شاء الله. اهلا بيكم مره ثانيه. طيب جميل، بعد كل المعلومات الجميلة اللي احنا سمعناها منك ديت، في طبعا نقطة واتسألت انا بصراحة قبل ما اطلع هوا، وقالوا لي اصلا انا جربت الحنة وسببت لي حساسية او سببت لي نوع من الحكة شوية او الهرش شوية. هل في فعلا، على الرغم ان هي بنقول ان هي طبيعية، هل في فعلا حنة ممكن تسبب حساسية؟ مع الجسم الحساس بس. مع الجسم طبيعته حساس. طبيعة الجسم الحساس بيحسس في اي حاجة. بيحسس في اي حاجه. لكن هي اساسا الحنه ما بتعملش حساسيه. لانها طبيعيه، لانها طبيعي. ما بتحطلهاش اي مواد يعني بتبقى كيميكالز او كده. طب دلوقتي طبعا بتجربي تيست صغير طبعاً. عشان لما حد جديد، لما حد لسه اول مره تعملي له. اكيد. طيب في كمان حاجه انا كانت لفتت نظري في اعلانات كتير اونلاين واعلانات في التلفزيون وكده، حنه جاهزه، قراطيس جاهزه، او انابيب جاهزه، او امسكي على طول واعملي، او اهم من ده كمان وغريبه جدا، ورقه زي ستيكرز كده بتتلزق وبتتشال، وابص الاقي رسمه حنه كامله على ايدي في 5 دقائق. ايه الانواع دي؟ ده عباره عن ايه؟ دي عبارة عن حنة جاهزة بس، هل هي دي طبيعية؟
هي انا ما اقدرش اقول لك دي هي يعني حسب هم تصنيعهم ايه وتعملوا، انا ما بتعاملش معاها عامه عشان ما اقولكيش حاجه انا ما مش تعملتيش عارفه، معاها ما قبل كده. تعاملتش معاها اساسا. احنا طول عمرنا بنتعامل مع الحنه الطبيعيه الاصليه بتاعتنا تمام. بتاعت اسوان، لكن الحنن دي والحاجات دي فاكيد بالتالي هيكون مضاف لها صبغات عشان تبقى سريعه وتتعمل والستيكرز بسرعه. دي اصلا ما هياش، ما اعتقدش ان في ستيكر، يعني اعتقد ان هي دي الوان، ممكن تبقى لان الوان. ما فيش حنه بتتحط. لا 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 بالعكس، ما احنا فيش لما الوان. بيجي نعمل حنه بفضل مده لحد ما ايدي تنشف، تعجن فما والكلام ده. ينفعش يبقى عليها ورقه. مظبوط. في حد جه قال لك بصي دي عندي حاجه جاهزه ارسميها لي؟ برسم لهم بيها، لو حد جايب حنه معينه بيتعامل معاها وهي موثوقه بالنسبه له بتعامل بيها برسم لهم. بس انا ببقى شايله ايه مسؤوليه، ان انا ماليش دعوه قعدت ما قعدتش حصل حاجه، فانا بخلي مسؤوليه. لكن انا بحنيتي الطبيعيه اللي انا بستعملها هي اللي انا هي اللي بشيل انت مسؤوليتها. دي وبتبقي واثقه اقول لك دي فيها كويسه دي كذا وفي دي كذا. لكن مكوناتها في ناس وكل بتجيب حاجه. حنه معجونه جاهزه بعمل لهم بيها عادي، تمام. هم خلاص مرتاحين لها تمام بس ما خلاص، بشتغلهم بيها عادي. مفيش يعني مفيش اجمل من كده، يعني ان الواحد يريح الزبون. كل واحد براحته. ايوه، كل واحد بس المهم ان النتيجه تبقى على مسؤوليته، لانه لو ايوه حاجه بالظبط، غريبه لان يعني. السريعه دي ما بتاخدش وقت وبتقضية غرض، ايوه لكن الحنه بتاعتنا اقعدي بقى وتنشف ومش عارفه ايه وبتاخدي وقت على ما تاخدي الطبيعي اللون الطبيعي بتاعها. لكن دي اللي هي شغل ايه سريع، يعني على راحه مناسبه سريع فعايز تخلص نفسها. طيب تمام. احنا معانا مجموعة صور دلوقتي عن ألوان الحنة، لأن في زي ما انا هنشوف دلوقتي في الصور في ألوان بني، درجات بني، في ألوان حنة سودا، في حنة بيضة، ودي عايزة أسألك عليها. زي ما انت شايفة دلوقتي في الصور، بصي معايا في الصور هتلاقي دلوقتي دي درجات، انا بحس انها هندي شوية، في رسومات الشغل ده بتختلف. كله هندي. الشغل ده هندي. والشغل ده شغلنا احنا ده، صح مظبوط. سوداني. اللي تلاقيه غامق قوي كده ده تلاقيه حنة سوداني، والحنة السوداء قوي دي ده نوبي سوداني عندنا. ده نوبي سوداني، ده جميلة جدا، اللي بتبقى على رجلين، ودي انواع للحنة. طيب في حنة بيضة كمان، يا ريت تجيبوا لنا صورة الحنة البيضة. انا لما بصراحة شفتها استغربت جدا ان في حنة بيضة، ودي برضو فيها الوان، بيتحط لها صبغات معينه طبعا، نوع يعني من التغيير وكده. وفي حنه بيضه، بتعرفي ايه رايك ايه هو هيجيب لنا دلوقتي؟ ايه هي الحنه البيضه؟ حنه السوداء كمان جميله. طيب تمام، قولي لي بقى ايه بقى الحنه البيضه وايه الحنه السوداء وايه الحنه البني؟ هي عبارة عن ألوان بتضاف طب فبتديك الأسود دقيقة واحدة بس عشان معانا اتصال، اتصال من بره. ألو ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. مين معايا يا فندم؟ عايزة أم مريم. بتتكلمي منين حضرتك؟ من سوهاج. السؤال اتفضلي، بتتكلمي منين؟ من سوهاج. أهلا بيكي يا ورا. أهلا بيكي منورة، اتفضلي حبيبتي اتفضلي. تعرفي الايه؟ معلش بعد اذنك ممكن توطي التلفزيون شويه؟ طريقه الحنه ان هي انك تعجنيها، يعني انها تجيلك ورق مطحون وتعجنيها في البيت تقصدي، ولا طريقه الحنه ازاي؟ لا لا انا مش فاهمه هي بتقول ايه، الصوت مش حلو ابدا. ممكن بعد اذنك توطي التلفزيون؟ طيب بعد اذنك اتصلي بينا تاني ووطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان الصوت عندي هنا فيه صدى. طب اتفضلي. كنا بنتكلم عن الحنه البيضه والسوداء ودرجات البني، وكمان بتحط لها الحنه البيضه اهيت، الصوره قدامنا. نفس الاشكال دي، بصراحه انا استغربت جدا لما شفتها. دي ايه؟ متضاف لها ايه؟ اكيد صبغات. اكيد 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 انواع صبغات. ما اشتغلتيش فيها قبل كده؟ لا 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 بصراحه ما جاش حد قال لك انا عايزه، ولا طلبوها بس انا ماليش فيها، مالكيش ما حاولتش ان انا اغامر واشتغلها. ما بتحبيش تشتغلي في لا لا حاجه ما غريبه اعرفش. يعني؟ لان انا خلاص اتعودت وخدت على الحنه طيب. بتاعتنا، فاحنا بنتعامل بتاعتنا بس. طيب انا عارفه ان انت جايبه لي مفاجاه وهترسمي لي حنه دلوقتي على الهوا، ما شاء الله. يلا بينا عشان نشوف. بعد اذنكم اقرب انا ولا هيتقرب؟ اقرب انا. تمام، يلا تمام اتفضلي.
هتعملها هنا ولا هنا؟ نعمل مثلا رسمة صغيرة هنا. ثواني ثبتي نفسك. اقوم لها كده؟ لا كفايه كده خلاص، خليك خليك كده، يلا تمام كده، ريحي ايدك كده. معلش ممكن ننزل ايدينا كده عشان الكاميرا. احلى حاجه انه الرسومات بتبقى جاهزه على طول، بحيث ان انت حافظه شكل الورده و دي حنه هتبقى سودة ولا هتبقى بني؟ لا ان شاء الله سودة. هتبقى سودة، بس لو عايزه تشيليها بسرعه وعايزاها بني شيليها بسرعه، عايزاها تبقى سودة سيبيها براحتك. اسيبها اه تمام. جميل جدا، بس كفايه عشان خاطر ايوه وقت حلقتنا. طيب تمام، ميرسي ليكي جدا يا مدام ميرفت، وادي الرسمه اللي اتعملت حالا دلوقتي على الهوا، واللي يحب ان هو واللي يحب ان اوكي كده ايوه اهي واللي يحب ان هو يرسمها فورا يتواصل مع مدام ميرفت كنوز النوبة، حتى على صفحتها على الفيسبوك وعلى الرقم اللي موجود على الشاشة. أنا كنت مبسوطة جدا إن احنا كنا مع بعض النهاردة واتكلمنا عن الحنة، بس أنا ليا وعد من مدام ميربت الأسبوع الجاي إن شاء الله، استنوني الحد الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي عشان في مفاجأة كبيرة، هنتكلم عن تجهيز العروسة وكل ما يخص تجهيز العروسة. متشكرة جدا ليكي، شكرا وباي باي. شكرا حضرتك، شكرا.